نعم يا شيخ نعم. اتفضل. وفضل في سؤال تاني بعد ذلك، انا والدتي عندها مرض مزمن ولا تقدر على الصيام، وحضرتك كنت افتيت ليها يعني انها ما تصومش وتخرج رز او حاجه يعني من طعمها للبلد صاع او حاجه كده. فالسؤال دلوقتي في عندي اخواتي يعني ظروفهم مش افضل شيء يعني، صبر في صبر فهل هي تديهم من اللي هي هتخرجوا ده ولا ما ينفعش؟ نعم يجوز، لكن في جزئية أحب ألفت النظر لها. إذا كان في شخص مريض مرض مزمن لا يرجى برؤه، هل يجب عليه أن يخرج كفارة؟ لا أرى ذلك واجبا، إنما أراه مستحبا، إذ ليس هناك دليل ملزم بذلك. وما استدل به بعضهم من قول الله تعالى على رأي عبد الله بن عباس في الآية الكريمة الشيخ الكريم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وقول ابن عباس إن الذين يطيقونه يستطيعون صيامه، عفوا لا يستطيعون صيامه، مخالف للجمهور. فالشاهد أن من هو مريض مرض مزمن لا أعلم دليلا فقط إلا أثر أنس بن مالك موقوف عليه من فعله أنه لما أسن كان يفطر وطعم مكان كل يوم مسكين، هذا أنس، لكن عن رسول الله لا أعلم شيئا. فعليه أختار القول صبرا علي أن المريض مرض مزمن لا شيء عليه، ولكن إن أطعم فهو حسن. ثم هل يجوز أن يطعم إخوانه الفقراء من ذلك؟ نعم، إذا كان لا يلزم الإنفاق عليهم، إذا كانوا كبار متزوجين وفي معيشته وهم في معيشتهم يجوز له أن يعطيهم حتى من زكاة المال. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا.